كان عندي عميل كبير قوي وعملنا جيم 3 ادوار، كل دور 600 متر وحمام سباحه، وجهزت له الجيم ولا كلمه، ما انا اللي مجهز المكان من الالف للياء، ومش اول مره هو كمان يفتح جيم. وبعد ما استلم الجيم وبدا يشتغل شهر 2 3 كلمني وقال لي انا محتاجك ضروري. انا قلت ده حد اثر معاه من الفنيين اللي انا ببعتهم له علشان خاطر الصيانات الدوريه، او في مشكله كبيره مش عاوز يقول لي عليها في التليفون. اهلا وسهلا بكم، معاكم احمد الزهيري. لو انت اول مره تتفرج على الفيديو او القناه، ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو مع اي حد شايف انه محتاج يتفرج عليه، وسبسكرايب للقناه علشان يوصلكم كل جديد. بعد ما رحت للراجل الطيب ده لقيته بيكلمني في موضوع تاني خالص، قال لي احنا فاتحين واسعارنا كويسه في المنطقه دي وشغالين بخدمه زي ما انت شايف، بس في مشكله مش عارف ايه هي. قلت له سيبني بس اسبوع كده اشوف الدنيا فيها ايه وان شاء الله خير. دخلت اتعرفت على كل الناس اللي شغالين وقعدت مع كل واحد لوحده وسمعت منهم خبرته ايه وشايف الجيم ازاي واقدم ايه للجيم ورأيه ايه في قلة المبيعات. وبعد كده عملت استبيان للعملاء وفي شوية نقط كده علشان اقدر اعرف انطباعهم ايه عن الجيم. ما سألتهمش رأيهم ايه في الجيم طبعا على طول، لكن سألتهم اسئلة مختلفة خلتهم يطلعوا نقط مهمة قوي. وبعدها قدرت اقعد مع صاحب الجيم وقلت له عندك 3 مشاكل. اول حاجة المدربين قليلين على الفلور الكبير ده، مدرب لكل فلور او طابق مش كفاية، لازم نزود عدد المدربين. لازم تعيين مدربين مهنيين، لان المدربين الموجودين مفيش فيهم غير 2 فاهمين والباقي هواة، كانوا لعيبة بتتمرن في الجيم بقالهم كام سنة لكن مش مدربين، لان في فرق كبير بين اللاعب والمدرب. كمان محتاج تدريب لموظفين الاستقبال، ازاي يقدروا يعملوا بيع وازاي يقدروا يقفلوا البيع، ونضيف 2 شباب خبرة متخصصين في البيع، وكمان مدير مبيعات متخصص يشرف على الاستقبال والمبيعات. والحمد لله الامور اتحسنت جدا. انا بقول لك القصه دي علشان تعرف انا طلعت الحل ده ازاي. انا طبعا مش كل مشكله في الجيم بستخدم نفس الاسلوب، لكن دي واحده من الطرق اللي بعملها. هقول لك على شويه نصايح ضروري لازم تعملها علشان تقلل وتعالج المشاكل اللي ممكن توقع اي جيم. لو لقيت ارقام المبيعات بتقل عن الارقام اللي انت متوقعها او حاطط لها تارجت، ما تستناش للشهر اللي بعده عشان تقول ان في مشكله. اقعد مع بتوع المبيعات والتسويق واسالهم عن الاسباب وايه الحلول اللي عندهم، وابدا بسرعه في التعديل. ممكن يكون مثلا الاعلانات كانت واقفه بقالها فتره، لان عاده الحل مش بيجيب نتيجه في نفس الوقت، بيحتاج شهر كمان علشان تبان نتيجته. اما موضوع استبيان العملاء ده لو عملته صح هتطلع بحاجات انت ذات نفسك هتستغرب ان المشاكل دي موجوده فعلا، ولازم تاخد قرار بسرعه تغير فيها الحاجات السلبيه اللي وقعتك بالشكل ده. وبشكل دوري كمان لازم تعمل استبيان للعملاء وتقيس مدى رضاهم عن الخدمه والمدربين والشباب اللي في الاستقبال والنظافه كمان. اعمل كمان اجتماعات بشكل دوري مع فريق العمل، اسمع منهم، خليهم يحسوا ان صوتهم مسموع وان الاداره قريبه منهم، هتفرق كتير قوي معاهم النقطه دي. خلي في نقطه تواصل مستمره بين المبيعات والتسويق والمدربين كمان، حتى لو الاجتماع ده هيكون مخصص ليهم كل اسبوع، لان التنسيق بينهم بيخلي روح الفريق تزيد. ونجاح الجيم مش منسوب لبتوع المبيعات بس، لان في ناس تانيه تعبت وفكرت واشتغلت. لو عندك حد في الاتش ار او لو مفيش عندك، لازم تهتم قوي بنقطه ان يكون في يوم تجمع فيه كل فريق العمل على اي مناسبه، ان شاء الله لو عيد ميلاد واحد منهم، وخليهم يتجمعوا وياخدوا صوره مع بعض، بتخلي الجو يهدى بينهم ويرجعوا يصفوا النيه تاني بينهم حتى لو كان في اي سوء تفاهم او مشكله حصلت. لو انت لسه محتاج مساعده في اداره الجيم بتاعك اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك. وفي نهايه الحلقه احب اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.